الدور ديال الأسرة في زمن التحديات. هذا هو عنواننا والموضوع الذي سوف ندندن حوله. أبلغ مثال ممكن نصور به الدور ديال الأسرة في توجيه مسار الأبناء هو النظام ديال توجيه الطائرة والقوانين ديال السلامة ديالها. أقولها وأعيدها ولا أمل من تكرارها، التربية في هذا الزمن واحد المهمة اللي هي صعبة جدا جدا جدا، واحد المهمة اللي هي مضنية شاقة أشبه بالسباحة ضد التيار. المهم جدا لنا نحن الآباء ثلاثة الأشياء. رقم واحد، الرؤية الصحيحة التي نزود بها أبناءنا. الثانية، الخطة التي السليمة التي يسيرون عليها. ثالثا، الشجاعة التي تمكنه من العودة إلى المسار الصحيح مرارا وتكرارا. وبالضرورة باش ننجحوا اشنو خاصنا؟ هذا يستلزم منا بالضرورة أشياء. رقم واحد، أن نحدد دورنا كمربي. ثانيا، تحديد أهدافك وغاياتك. ثالثا، تحديد المرجعية. نحن الآن في إطار تكوين رخصة السياقة التربوية. كمربي تحتاج أن تكون لديك رخصة سياقة تربوية، بل أن تكون ماهرا في السياقة. علاش؟ لأنني فيت قلت لك على أنك أنت ربا طائرة، أنت ربا السفينة، إلى ضعت أنت ضيعت من خلفك. قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنه الله لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته، ولا ذل إلا في معصيته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على خير الأحباب محمد وآله والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فقه لنا إلا ما فقهتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. معاشر الإخوة الفضلاء، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بإخواني مرة ثانية في لقاء من اللقاءات الطيبة الكريمة التي أعتبرها من الأهمية بما كان، لأنها لقاءات ستعيننا إن شاء الله تبارك وتعالى على معرفة الواجب علينا. كنا في الحلقة الماضية مع لقاء أولي، كنا سميناه بوصلة الأبوين. من خلاله تعرفنا على واقعنا الذي يعيشه أبناؤنا، وتعرفنا على أهم خصوصيات هذا الواقع، وتعرفنا على ما يجب علينا اتجاهه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنا حلقة ثانية. الكلام ديالنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى غادي يكون حول الدور ديال الأسرة في هذا الزمن. هذا من اللي تعرفنا في الحلقة الماضية على أهم خصوصيات هذا الزمن والمخاطر اللي كتهدد الأبناء ديالنا، طرحنا سؤال: أشنا هو الدور ديالنا احنا كآباء، وأشنا هو الدور ديال الأسر ديالنا في هذا كله. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث غادي يكون عملي أكثر، غادي نتكلموا فيه على الخطوات العملية اللي خص كل واحد فينا يديرها باش نستطيع أننا ننجحوا في هذه المسؤولية اللي الله تبارك وتعالى أناطنا بها، وهي مسؤولية تربية الأبناء. اتفقنا
في الحصة الماضية على أن تربية الأبناء مسؤولية، ومسؤولية عظيمة وخطيرة جدا جدا جدا، وسردنا في ذلك آيات وأحاديث، واليوم تتمة الكلام. غنبدأ كلامي اليوم بواحد القصة، قصة ديال طائرة. إلى أين تتجه الطائرة؟ واحد الشخص ركب طائرة، وهو يمشي عند الربان السائق ديال الطائرة وسولو، الله يجازيك بخير، هذه الطيارة فين غادية؟ هو يجاوب الربان، قال له ودي رانا الطيارة ما عرفها فين غادية، وما عندي شي خطة ديال الطيران، أنا كنعرف على أنه كاينين طيارات جوية، حنا غير غادي نطلعوا ونطلقوا الطيارة تمشي حتى يعجبها الحال وتوقف. شفتكم كتضحكوا، ما عجبكمش هذا الكلام، ما عجبكمش هذا الكلام، علاش ما عجبكم هذا الكلام؟ ها ماشي منطقي، ما يمكنش كاع يوقع، ما يمكنش كاع يوقع. مزيان، هو في الحقيقة ما يمكنش يوقع، وهي قصة خيالية، لذلك أنتم تضحكون. وإلا قلت لكم على أنك أنت هو ربان الطائرة، والطائرة هي أسرتك أنت، والركاب اللي سولوه هما ولادك أنت، عندك أنت شي خطة ديال الطيران. طائرة لابد أن يكون لها مسار محدد معين، كتعرف فين غادي تخرج وفين غادي تنزل، ولقيتا فاش غتخرج ولقيتا فاش غتوصل، وعندها مسار محدد ما خصهاش تخرج عليه. بمعنى على أن الطائرة كطير بواحد الدقة متناهية، وإلا خطأ بسيط اش غادي يكلفهم؟ الحياة ديال جميع الركاب. هذا شادي، هذه قمرة القيادة، هذه قمرة القيادة، بمعنى هذيك الغرفة اللي من خلالها كانت تحكموا في الطيارة كلها. لاحظتوا الكمية الهائلة ديال الأزرار اللي فيها، كل زر عنده مهمة معينة، وأي خطأ في واحد الزر غادي يكلفنا الحياة ديال دوك الركاب كاملين. ربان الطائرة قبل ما يولي ربان الطائرة اش خصو يدير؟ اش خصو يدير؟ خصو يتدرب، خصو يتعلم، خصو يقرا، خصو يتكون، يمشي يقرا الطيران، كل ما يتعلق بالطيران، 4 سنوات 5 سنوات، ثم يدير تدريب المحاكاة على الأرض. طائرة مصنوعة على الأرض وفيها محاكاة أرضية، عاد يطلع للطائرة الصغيرة وعاد غادي كيتدرج كيتدرج كيتدرج. علاش؟ علاش؟ علاش كل شيء هذا الشيء؟ غير بغاو هكاك ولا كيلعبوا ولا؟ لماذا؟ لأنه يحمل مسؤولية آش؟ دوك الركاب، واش عرفتوا شكون هذا الربان ولا ما عرفتوش؟ شكون هو هذا الربان؟ ما بغيتوش تقولوا، شكون هو هذا الربان؟ حنا، ماشي الأب، حنا، هذا هو المعنى ديال القوامة في الشرع، أنك تحمل المسؤولية. يعني هذا الربان هذا دار كل شيء هذا الشيء باش يكون ربان، فأنت كأب يلزمك أن تفعل مثله، ماشي بنفس الطريقة، ولكن أنت خصك تقرأ وتعلم وتدرب. أبلغ مثال ممكن نصوروا به الدور ديال الأسرة في توجيه مسار الأبناء هو النظام ديال توجيه الطائرة والقوانين ديال السلامة ديالها، لأن أبنائنا حتى احنا غاليين عندنا، ماشي غير هما اللي غاليين عندهم الركاب ديالهم، حتى احنا أبنائنا غاليين عندنا، عندهم قيمة عظيمة، مهمين بالنسبة لنا، فلذات أكبادنا، أرواحنا، قلوبنا، أحبتنا، وفوق هذا كله أمانة سوف نسأل عنها أمام الله عز وجل وأمام مهمة. الآن حاولت نقرب لكم الأهمية ديال أننا نتعلم التربية، كيف ما مهم جدا لهذا الربان الطائرة أنه يتدرب على المهنة ديالته والعمل دياله.
الأطفال مهما قلنا لهم وتحدثنا معهم على الأخلاق الحسنة، القيم، المبادئ، مهما تحدثنا لهم على السلوكات الحسنة، إلا ما شافوهاش كأنها ما كيناش نهائيا. يعني من الواجب أنهم أولا أش غادي يديروا؟ يشوفوا هذه السلوكيات باش يعرفوها كي دايرة. ونضرب لك مثال بسيط نقرب لك به المعنى. إلا جاب الله وسولتكم الآن شكون فيكم غادي يوصف لي جبريل؟ أي واحد يوصف لي جبريل؟ الأجوبة غادي تكون ما عرفتش، الله أعلم، ما نقدرش. واحد غادي يقول لي راه ملك عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنه يوم جاءه سد بين الأفق، عنده كذا وكذا الأجنحة لأنها وردت في الحديث، هو ملك رسول بين الأنبياء والرسل. منين عرفتي هذا الشيء؟ قريت عليه، سمعت عليه حديث. يعني المعرفة ديالك بالملك جبريل من خلال آش؟ ما سمعت، ما قرأت، ما رأيت، ما فهمت، ما كذا ما كذا ما كذا، ما شفناش، ما يمكنش نصفه. كذلك الأطفال إذا قلتي لهم أشنا هو الصدق وما شافوه، بحال إلا سورتكم على جبريل دابا الآن. إذا قلتي لهم أشنا هي الأمانة وما شافوهاش ما عاشوهاش، كطلب منهم آش؟ المستحيل. من اللي كتقول ليه كل ما أدب واش شاف هذا الأدب ولا ما شافوش، كل مربي واش شاف هذه التربية ولا ما شافهاش، كل متخلق واش شاف هذه الأخلاق ولا ما شافهمش. هذا هو المشكل الكبير اللي كنعيشوا في هذا الزمان. هذا الطفل ما عمره كيكون المفهوم ديالو الرؤية ديالو من خلال ما يسمع، بل من خلال ما يرى. فعليه أن يرى كل هذه الأشياء. الدور ديال الأسرة في زمن التحديات، هذا هو عنواننا والموضوع الذي سوف ندندن حوله. ولكن لابد من أمور مهمة، وهذه كلها اللي كندير عبارة عن آش؟ عن مقدمات، مقدمات باش نفهموا الأهمية ديال هذه الحلقة ديال اليوم. الأب عنده دور والأم عندها آش؟ عندها دور. وحنا الحمد لله في الإسلام الأب والأم ما عندهمش دور تنافسي، الزوج والزوجة ما عندهمش أدوار تنافسية، وإنما عندهم أدوار آش؟ تكاملية. الله يجازيك بخير. الأب هو اللي كيرسم الطريق الصحيح لوليدته، والأم هي التي تقودهم على الطريق، هي اللي كتشدد الأولاد ديالها وكتمشي فيه كتمشى مورا الأب مباشرة. علاش؟ لأن الأب قد مهد ماذا؟ الطريق. وهذا بالضرورة يستلزم من الأب أن يكون مدركا لدوره وأهميته، عارفا لما يفعله، ضابطا لميدانه. ما يمكنش هذا الأب هذا يكون تلفان ونتبعوه من اللور، كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ ما يمكنش هذا الأب هذا يكون غير غادي بالعشوائية ونتبعوه من اللور. أقولها وأعيدها ولا أمل من تكرارها، التربية في هذا الزمن واحد المهمة اللي هي صعبة جدا جدا جدا، واحد المهمة اللي هي مضنية شاقة، أشبه بالسباحة ضد التيار. لا أمل من تكرارها. أنت أيها الأب الذي تريد الخير لأبنائك تسبح ضد التيار. ما كان قولكش أنك تسبح ضد التيار في البحر الموج غادي وانت لا لا، كتسبح ضد التيار في الواد. كتعرف الواد من اللي كيجيب الحملة الأولانية اش كيجيب معاه؟ كل شيء، العواد، الخشب، الزبد، البهائم الميتة، الحديد، ممكن يجيب السيارات، ممكن يجيب حافلات. يعني سباحة ضد التيار في الواد خطيرة ولا ماشي خطيرة؟ ومع ذلك أنت ملزم بأن تسبح ضد التيار وما عندك الحق تستسلم. علاش؟ لأن من خلفك أما زوجة وأبناء يجب أن تصل بهم إلى بر الأمان. هذا هو الدور ديالك كأب، ومهم جدا أن تعرف دورك
لانك كيفما قلت من المره الفايته الا ما عرفتيش الدور ديالك ما يمكن ليكش كاع تقوم به. هذه مقدمه ثانيه لادخل في صلب الموضوع. احنا كاسر اباء وامهات في هذا الزمن خاصه كنعانيو من الانحراف ديال الابناء ديالنا، كاينه ولا ما كايناش؟ واش عمرك تسالتي اشنو اللي خصو ندير، اشنو هو اللي خصني ندير باش ولادي ما يضيعوش ليا، باش ولادي ما يجرفهمش ليا التيار، باش ولادي لا يضل الطريق؟ ماذا يجب علي ان افعل انا كاب كمربي؟ ما الواجب علي؟ من المهم جدا ان ندرك ان هناك حقيقة كونية اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل ابن آدم خطاء، صيغة مبالغة، وخير الخطائين شكون؟ التوابون. كل ابن آدم خطاء، ونستحضر معه قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث، شكون هذه الثلاثة؟ الأحمق المجنون والنائم والصبي حتى يبلغ. فاش كيشتركوا هاد الثلاثة؟ في ماذا يشترك هؤلاء الثلاثة؟ يشتركون في فقدانهم للإدراك. النائم مدرك غير مدرك، الأحمق مدرك غير مدرك، الصبي أيضا غير مدرك، بمعنى على أن عدم إدراكه يدفعه إلى ارتكاب إيش؟ الأخطاء. لذلك نحن كأسر ليست المشكلة في أن يخطئ أبناؤنا أو أن يضلوا الطريق، ماشي المشكلة في أنه يخطأ ويغلط، ماشي مشكلة. علاش؟ لأن هذه سنة آش كونية ما يمكنش تمنعها نهائيا نهائيا، لكن تختلف الأخطاء. ليست المشكلة في أن يضل أبناؤنا الطريق مرة، أو حتى إذا عمت حياتهم الفوضى، لأن هذا أمر عادي جدا أنه ما عرفش اش غادي يدير، ما عرفش شنو اللي مطلوب منه، لأنك مازال ما وريتيه ليه، عادي جدا. إذا كان ماشي هذا هو المشكل، إذا ما هو المهم؟ ما هو الشيء المهم جدا جدا جدا؟ المهم جدا لنا نحن الآباء ثلاثة الأشياء. رقم واحد، الرؤية الصحيحة التي نزود بها أبناءنا، الرؤية الصحيحة التي نزود بها أبناءنا. وهذا الرؤية بمعنى كيف ينظر إلى الحياة، كيف بأي منظار ينظر إلى الدنيا، أشنا هي المنهجية اللي كيشوف بها، أشنا هي المرجعية ديالتو اللي كيقيس بها الأشياء، واش عنده مرجعية ولا ما عندوش مرجعية، واش عنده معايير وضوابط كتمنعو وكتبين لي أن هذا يجوز وهذا لا يجوز ولا لا. إذن الدور ديالنا رقم واحد شنو هو؟ أن نزودهم باش بدك الغربال اللي غادي يصفيو به ما يليق وما لا يليق. هذه هي اللي سميتها إيش؟ الرؤية. هذا هو اللي قصته بالرؤية، أنك تعلم لولدك المعايير، أنك تعطيه الضوابط، أنك تعطيه تزوده بدك الغربال اللي غادي يساعدوا على انه يصفي يفرق ما بين ما يجوز وما لا يجوز. واحد المرجعيه اللي كاينه هنا، اشنا هي المرجعيه اللي كاينه؟ اشنا هي المرجعيه اللي كاينه هنا؟ هي مرجعيه اش؟ مرجعيه الشرع، مرجعيه الدين، هي داك المعيار اللي خصو يتعلم اش؟ يقيس به، عباره عن منظار كيشوف من خلاله الاشياء فكتبان لي على اش؟ على حقيقتها. ونضرب مثال بسيط جدا وناخذ واحد المفهوم من المفاهيم الخطيره التي اصبحت اليوم يلعب بها ويتلاعب بها، مفهوم الحريه. واش كاين مفهوم الحريه عندنا احنا المسلمين ومفهوم الحريه عند الشعوب الاخرى والامم الاخرى والمفاهيم الاخرى؟ كاين ولا ما كاينش؟ مفهوم الحريه مثلا عند العلمانيين، ما معنى مفهوم الحرية؟ أنه حر في أن يفعل ما يشاء كيف يشاء ومع من يشاء وبأي طريقة يشاء، وما عندكش الحق من أنك تمنعه. حتى أصبحنا نتحدث عن حرية آش؟
حرية المعتقد وحرية اختيار الجنس. اختار انت واش بدي تكون رجل ولا تكون مرأة، واش تكون ذكر ولا تكون أنثى. لكن بالنسبة لنا نحن في الشرع، هل لنا مقاييس نقيس بها؟ هذا مثال بسيط فقط. فإذا زودت ولدك بهذه الرؤية وهذه المعيارية وهذه الضوابط الشرعية، فهذا المهمة الأولى اللي هي مهمة بالنسبة لي. الثانية الخطة التي السليمة التي يسيرون عليها، تعطيه خطة باش يمشي على الأشياء. أشنا هي السبل الشرعية وأشنا هي السبل الغير شرعية؟ أشنا هي الأشياء المتاحة شرعا؟ أشنا هي الأشياء اللي ماشي متاحة شرعا؟ أن يعرف الفرق بين ما يحل وما لا يحل، ما يجوز وما لا يجوز. تعطيه خطة يسير عليها، يتعامل بها مع الأشياء كلها. تعطيه الأصول اللي غادي يقيس عليها الفروع. هذه هي المقصود بالخطة. ثالثا الشجاعة التي تمكنه من العودة إلى المسار الصحيح مرارا وتكرارا. نعلمه على أنه ليس من العيب أن يخطئ، ولكن أشنا هو العيب؟ أن يستمر في الخطأ. هذا مفهوم التوبة. ماشي المشكلة في أنك تغلط، ماشي المشكلة في أنك توقع في الغلط، ولكن المشكلة هو أنك تبقى مصر على هذاك الخطأ. خص يكون عنده الشجاعة باش يعترف بالخطأ ديالو لكي يرجع إلى الصواب في كل مرة أخطأ. وهذا مبدأ شرعي، إن الله لا يمل حتى تمل. يعني مهما اقترفت من الذنوب والمعاصي فباب التوبة كدير مفتوح دائما. هالثلاثة ديال المبادئ هي الأدوار المهمة ديالنا احنا كأسر. نعود هذه المبادئ الثلاثة، شنو هي؟ المبدأ الأول شنو هو؟ الرؤية الصحيحة التي تزوده بها. المبدأ الثاني الخطة السليمة التي سوف يسير عليها. والمبدأ الثالث الشجاعة، الشجاعة التي تمكنه من العودة إلى الطريق الصحيح مرارا وتكرارا. وهنا من المهم جدا أن نقعد واحد القاعدة، واحد القاعدة مهمة جدا متعلقة بالعلاقة ديالنا احنا كأسر مع الأبناء ديالنا. نحن كأسر، كآباء، كأمهات، هناك قواعد مهمة يجب أن نفهمها وندركها في التعامل ديالنا مع الوليدات ديالنا. القاعدة تقول احنا كنساعدوا ولادنا وكنتعاونوا معهم في صناعة مجموعة من الأمور. أنت كأب، أنت كأم، أنت كمربي، دورك الأساسي أنك تساعد أبنائك على صناعة أمور مهمة، أولها صناعة حياتهم الناجحة، أن يعيشوا حياة مليئة باش بالإنجازات بالنجاحات. ماشي النجاح بمفهومه الغربي، لا، النجاح بمفهومه الشرعي الإسلامي. أشنا هو النجاح بمفهومه الشرعي الإسلامي؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بالمفهوم الغربي النجاح هو أنك تكون تلول، الإنجاز أنك تكون تلول نمبر ون. إلا غير تلاقيتي مع شي واحد وكنت انت وياه الاول، هذاك ما كيتعتبرش انجاز. لكن حنا احب الاعمال الى الله ادومها وان اش قل، انهم ينجحوا في حياتهم، ينجحوا في حياتهم اش الدنيويه والاخرويه. وابتغ فيما اتاك الله اش دار الاخره ولا تنصب نصيبك من الدنيا. أن تكون ناجحا في دنياك وفي أخراك، أن يكون ناجحا في دراسته، أن يكون ناجحا في علاقاته، أن يكون ناجحا في اختياراته، أن يكون ناجحا في بناء حياته كلها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أننا نساعد أبناءنا في بناء
مستقبلهم المتميز. والمستقبل عندنا احنا المسلمين لا يقتصر على ماذا؟ على الدنيا فحسب، بل مستقبله الحقيقي كيعيش بعد ماذا؟ بعد الموت. يعني لا نقول على أن الإنسان يجب أن ينقطع عن الدنيا، ولكن يعيش الدنيا وأش والآخرة. ابني مستقبل متميز في الدنيا والآخرة، متميز أخلاقيا، متميز إنسانيا، متميز اجتماعيا، متميز دينيا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، أننا نساعد أبناءنا في بناء كيانهم المستقل، بمعنى على أننا كنجدهم باش يستطيعوا يقوموا بالمهام التي ستوكل إليهم بعد بلوغهم، وأن يكونوا مستقلين عنا في ذلك، بمعنى يكون قادر على أنه يسير حياته بوحده ويكون ناجح في هذا ماذا؟ في هذا التسيير. إذن هذه ثلاثة أشياء. قاعدة تقول نحن دورنا مساعدة أبنائنا في ثلاثة أشياء. أشياء هي؟ أولا بناء حياة ناجحة، ثانيا مستقبل متميز، ثالثا كيان مستقل. وبالضرورة باش ننجحوا أشنو خاصنا؟ أشنو خاصنا باش ننجحوا؟ هذا يستلزم منا بالضرورة أشياء. أشنا هي بعدها؟ وهذه الأشياء هي محل درسنا اليوم. رقم واحد، أن نحدد دورنا كمربين. تعرف أشنا هو الدور ديالك أنت؟ تعرف أشنا هو الدور ديالك أنت؟ في كثير من الأسر يغيب دور الأب، بل من الأزمات اللي كتعيشها الأسر المغربية اليوم غياب الأب، إما غيابا حقيقيا أو غيابا معنويا. يقدر الكوب الأب غائب حقيقة لظروف عمله، وهذا معذور، عنده عمل خارج المدينة التي يسكن بها أبناؤه. يقدر يكون غيابه بسبب العمل، يخرج الصباح بكري وهما ناعسين وكيرجع أش وهما ناعسين، وقد نعذر هذا أيضا، لكن قد يكون غيابه غيابا معنويا. حضوره ماديا جسديا كين، لكن حضوره تربويا غائب. 90% ديال المغاربة الرجال فين كيقضيوا أوقاتهم؟ والله إلا في المقاهي، في المقاهي. وهلما جرى في الوقت فاش كتكون شي مقابلات كرة القدم، الله المستعان، يتركون كل شيء حتى الصلاة، فكيف لا يتركون أبناءهم؟ من الأزمات اللي كتعيشها الأسرة اليوم غياب الأب، لأن هذا كيخلي الأم تتلعب الدورين معا، تلعب الدور ديال الأب وتلعب الدور ديال الأم، ولا طاقة لها بذلك. إذا هنت غير من الدور ديالها كأم فهي امرأة ناجحة، فهي امرأة ناجحة، فكيف أنك تزيدها الهم ديال أنها تحمل الدور ديالها؟ وكثير من الأمهات اليوم المسكينات يلعبن الدور معا، وهادشي كنشوفه في المدارس. ملي الطفل كيكون عنده شي مشكلة ما كيوصلناش الأب، الأم هي اللي كتجي، بل إنه حتى في الحوارات العائلية ملي كيكون الدري داير شي مشكلة أش كيقول ليها الرجل؟ شوف ولدك أش دار، هو اسمح فيه ما بقاش ولده، شوفوا ولدك اش قال، شوفوا ولدك اش فعل، واش هادشي كاين ولا ما كاين؟ يكون. إذن هنا الان ما هو دورك انت؟ هذا هو محل الحوار اليوم، تحديد دورك كمربي. ثانيا تحديد اهدافك وغاياتك. واش عندك شي هدف في الحياه بعدا ولا ما عندكش؟ عندك شي هدف ولا ما عندكش؟ واش عرفتي بعدا لاش عايش ولا ما عارفش لاش عايش؟ راه مشكلة. كثير من الناس ما بغوش كاع يفكروا في هذا السؤال، ما بغوش يفكروا في هذا السؤال. أنا لا أتحدث عنك،
عن الجواب الذي ستقوله لي، لأنني من غادي نسولك غتقول لي قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق، لكن أنت ما هو هدفك؟ واش عمرك فكرتي بعدا اشنا هو الهدف ديالك في راسك؟ اشنا هو الهدف ديالك في هذوك الوليدات؟ اشنا هو الهدف ديالك في هذيك الأسرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن الله عز وجل لا يريد من العبد أن يعيش سبهللا. هذا السبهلل شكون هو السبهلل؟ هو اللي ما عندوش هدف في الحياة، غير حل فمه غادي يأكل ويشرب وينام ويتزاوج ويلد، وكل الأشياء عنده سيان. نحن لا نرضى لأنفسنا أن نكون كذلك، لذلك عليك أن يكون لك هدف، خاص يكون عندك هدف وغاية، لأن هذا الهدف والغاية هو الوقود الذي سيجعلك تصل إلى ما تصبو إليه. ثالثا، وبالنسبة لي أنا مهم جدا جدا، تحديد المرجعية. ما المقصود بتحديد المرجعية؟ بمعنى تحدد المنطلقات ديالك، بمعنى اشنا هي القواعد اللي كتحكمك في العلاقة ديالك مع الأسرة ديالك، واش قواعد الشرع ولا شي قواعد اخرى؟ كثير من المسلمين اليوم مسلمين وبغاو يكونوا مسلمين، لكن لا تحكمهم مرجعية الشرع، بل يريدون أن يعيشوا كما يعيش الناس في الغرب. بزاف ديال الناس في لباسهم، في مأكلهم، في مشربهم، بل في معاملاتهم، وهذه مشكلة كبيرة جدا. ما هي مرجعيتك أنت كمربي؟ واش عمرك فكرتي على أن مرجعيتك هي تكون الشرع؟ لا تتحرك إلا به، هو الذي سيبين لك كيف تتعامل مع أهلك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع من حولك. شرعنا لا يتوقف في المسجد، ديننا لا يتوقف عند حدود المسجد، وإنما ديننا يرافقك في نومك، كاين ولا ما كايناش، يعلمك كيف تنام وما تقول حين تنام وعلى أي جنب تنام، بل حتى في دخولك إلى الكنف ماذا تقول قبل الدخول، ماذا تقول قبل الخروج، بل ماذا تفعل وكيف تتنظف. هذا الشيء كاين ولا ما كاين؟ واش واحد الدين اللي غادي يعلمك اش كدير ملي كتنعس ولا كتشرب غادي يغفل على العلاقة ديالك مع الأشياء المهمة؟ لا يمكن أبدا أبدا، وهذا من عظم هذا الدين. درست الشريعة في كلية الشريعة، وبعد مدة درست علم الاجتماع في كلية علم الاجتماع، فازددت بعلم الاجتماع يقينا في أن هذا الشرع نعمة من الله عز وجل، لأنني لما درست علم الاجتماع رأيت كيف العالم كله تائه ويبحث عن تلك القشة التي يتشبث بها. من اللي في الغرب تخلوا على الدين ما بقتش عندهم شي مرجعية اللي غادي تنظم العلاقات بينتهم، فوضعوا علم الاجتماع وهو الآن بالنسبة لهم دين، لأنه هو الذي ينظم علاقاتهم، وفي كل مرة يحتاجون أن يجددوا النظريات في علم الاجتماع بشاش، لأن النظريات القديمة كديرة تقدت، كتكون عندهم مشكلة عويصة، كيجي واحد العالم، واحد المنظر، واحد الباحث، كيعطيهم واحد النظرية كيخدموا بها واحد 10 سنين 20 عام، اش كيوقع لها؟ كتولي ما بقاش صالحة لهذاك الزمان وهذاك المكان، كيوليو يضطروا يبحثوا على شي واحد اخر باش يوضع لهم اش نظرية اخرى. فماذا يفعلون؟ ينتقلون من نظرية الى نظرية، بينما نحن 14 قرن هذا، واش احتاجنا اننا نغيروا شي آية من القرآن، شي حديث،
شي قانون من قوانين الشرع احتاجنا أننا نغيرها؟ لا بالعكس، بل تخلينا عنها هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. فهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة، وهذا والله لا يعرفه إلا من ذاق تلك المرارة. لذلك هم يقبلون على الإسلام، يقبلون على الإسلام لأنهم يعرفون أنه حقيقة عند الله عز وجل. نرجع إلى موضوعنا وأطرح سؤالا، أشنا هي أفضل مساعدة ممكن نقدمها لأبنائنا؟ الله يجزيكم بخير. هذه أسئلة مهمة جدا، خصنا نبقاو نسولوها لرؤوسنا. أشنا هي أفضل مساعدة تقدمها لولدك؟ وحنا اتفقنا على أننا نساعد أبناءنا في تكوين مستقبلهم، ياك، حياتهم، ياك، وشخر كيانهم المستقيم. أفضل مساعدة تقدمها ليه باش يكون هالثلاثة أشنا هو؟ من الضروري جدا، وهذا الأمر أشرت إليه في الحلقة الماضية، أن ندرك على أن كثير من الآباء والأمهات اليوم تخلوا عن دورهم التربوي الذي نتحدث عنه، مساعدة أبنائهم في تكوين هذه الأمور لصالح من؟ لصالح المدرسة. ولو كيتيقوا في المدرسة على أنها هي الياش اللي ممكن تعلم ولدهم كل شيء. لذلك وقت ما وقعت لي شي مشكلة عند من كيمشي؟ كيمشي عند المعلم، راه ولدي كذا، راه ولدي كذا، هو ثقته في المدرسة على أنها هي التي ستقوم بهذا الدور التربوي. لكن هذا خلق لنا واحد مشكلة كبيرة، أشنا هي؟ هي أن الآباء تخلوا على الدور ديالهم من ناحية التربوية، من ناحية التوجيهية، من ناحية التأديبية، ولو كيديروا واحد الدور أشنا هو؟ الرعاية المادية، كيوجد ليه ما يأكل، ما يشرب، ما يلبس، يلعبه، يدوره، يخرجه، كذا كذا، في حين أنه يتغافل عن الجانب الشرعي، وهذا ترك لنا فجوة كبيرة. لذلك أقول على أن إضعاف الدور الرئيسي للآباء والأمهات داخل البيوت من اهتمام وتهذيب ومسايرة كان بسبب هذه الرؤية في مقابل الرعاية المادية. وأتساءل معكم من جديد، في نظرك أشنا هو الهدف الأساسي من التربية؟ علاش خصنا نربي وليدتنا؟ واش عرفتي علاش ولا ما عرفتيش علاش؟ نعم، أحسن، جميل جدا. أنا أعطيك مثال بسيط، ملي كتاكل علاش كتاكل؟ علاش كتاكل؟ أحسنت، لكي تتقوى. سبب، عندما تنام لماذا تنام؟ لكي تتقوى، لكي تسترجع طاقتك. عندما تقوم بأي فعل، هل تقوم به لأنك تريد أم لسبب معين؟ التربية زعما ما تحتاج أنها يكون عندها سبب معين. النوم والأكل والشرب واللعب وكذا، كله ألعب لكي أسترجع طاقتي. والتربية هي ما عندهاش هدف. ما هو الهدف الأساسي من التربية؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال نذكركم بشي حاجة قلناها أمس. أشنو قلنا؟ ماشي أمس، عفوا، في الحلقة الماضية أشنو قلنا؟ مع هذه الصورة أشنو قلنا؟ أن الدور ديالنا إحنا كمربين أشبه به شكون؟ بربان السفينة. في ليلة هائجة ممطرة يصارع أمواجا عاتية، وفوق ذلك كله أمامه جرف عالية، وهو مع ذلك يحتاج أن يميل يمنة ويسرة ليحرص على توازن السفينة ليصل بها إلى بر الأمان. والله ما زدت شيئا إلا أن هذا هو الدور الحقيقي ديالك أنت.
في هذا الزمن هذا، وعليك أن تدرك ذلك وتفهم ذلك وتعي ذلك، بل وتؤمن بذلك. نمنا كثيرا وتغافلنا كثيرا وشغلنا عن هذا الهم كثيرا. هذا العمل اللي هو التربية كيتطلب منا واحد الجهد مضاعف، ماشي واحد العمل عادي اللي غادي تديرو كيف ما كان، لا، بل واحد العمل اللي كيطلب منك علم ومعرفة ودراية وتجربة وصبر. بحال شكون؟ بحال الربان ديالاش ديال الطائرة اللي ما يمكنش ابدا يكون يولي ربان الا بعد ان يجتاز كل الامتحانات. اسمع لي، الله يجازيك بخير، واش ممكن شي واحد اللي ما عندوش البيرمي سوق الطوموبيله؟ واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ ما عرفتوش؟ جاوبوني، واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ علاش؟ لان سياقه السياره تحتاج الى رخصه. شكون اللي اخطر، سياقه السياره ولا تربيه الابناء؟ تربيه الابناء تحتاج ايضا الى رخصه. واش عندك رخصه التربيه ولا ما عندكش؟ نحن الان في اطار تكوين رخصه السياقه التربويه، ونسميها هكا، كمربي تحتاج ان تكون لديك رخصه سياقه تربويه، بل ان تكون ماهرا في السياقه. علاش؟ لانني فايت قلت لك على انك انت ربان طائره، انت ربان السفينه، الى ضعتي انت ضيعت من خلفك. خلينا عاود ثاني نعاودو نتسالو، اشنا هو الهدف ديالك من التربيه؟ واش فكرتي في شي هدف ولا مازال ما فكرتي فيه؟ علاش كتربي وليداتك؟ علاش؟ خص هذا الهم يكون عندك، وهذا السؤال يبقى يطرح عليك، اش بغيت انا من هاد الدراري هادو؟ علاش خصني نربيهم؟ علاش خصهم يكونوا صالحين؟ وضروري غادي تلقى جواب، من الضروري جدا ان تجد جوابا. هنا من المهم جدا ان نعرف انه حين يغيب الهدف، حين تغيب الغاية المحددة، ملي ما كيكونش عندك هدف في التربية، ما كتكونش عندك واحد الغاية اللي هي محددة، ملي ما كتكونش عندك معايير واضحة للصواب والخطأ، فهذيك اللحظة أي خطأ كديرو غادي يكون قاتل. ركز معايا وفهمني، الله يجازيك بخير، ملي ما كتكونش عندك أهداف محددة في حياتك مع أسرتك في تربيتك لأبنائك، ملي ما كتكونش عندك غايات اللي بغيتي توصل ليها، ملي ما كتكونش عندك معايير ضوابط، ملي ما كتكونش عندك مرجعية محددة واضحة اللي بها غادي تفرق بين الخطأ والصواب، حينها كل الأخطاء تكون آش قاتلة. خطأ بسيط اللي كيبان لك ممكن يكون قاتل، وهذا هو السبب ديال ضياع كثير من أبناء المسلمين اليوم. واش حال وليداتنا اليوم كيفرحنا؟ حال وليداتنا اليوم كيفرحنا؟ أبدا. أغلب الشباب اليوم تائه ضائع، كلها مسكين باش مبلي، كلها مسكين فين من حرف، إلا من رحم الله. لذلك من المهم جدا أن تكون لديك غايات واضحة، أهداف واضحة، معايير ضابطة للصواب والخطأ، حتى لا تكون أخطاؤك قاتلة. هذا جزء من حال شبابنا اليوم، وهذا وقع في البولفار في الضل البيضاء، إحياء ليلة راقصة لعبدة الشياطين. من كان يتصور على أنه بين ظهراني المسلمين اليوم سيكون هناك من أبناء المسلمين من يعبد الشيطان؟ ووالله أنا سمعت استجواب مع واحد الشاب، والله إلا هكذا
ما غاديش نقولوا كيف ما قالوا هو، ولكن مضمون كلامه هو هذا. سولته هذا الشيء اللي كديروا انتم واش زوين ولا خايب، قال لها ما به والو، شي حاجه زوينه، كل واحد كيعجبو واحد اللون من الموسيقى. وعرض قال لها واحد كيعجبو الراي، واحد كيعجبو الميتال، واحد كيعجبو كذا، واحد كيعجبو كذا، حنا كتعجبنا هذا النوع من الموسيقى، يعني ماشي عيب. ولكن السؤال الذي قسم الظهر هو من اللي سولته، قالت لي واش كتصلي؟ قال لي ايه كنصلي مره. قالت لي الناس غادي يقولوا لك انت كذا، قال لي ها انا احسن كاع من دوك اللي كيصليو وكيديروا. شوفوا المفهوم، جمع بين عبادة الشيطان وبين عبادة الرحمن. راه كيصلي ولكنه يقيم ليلة لعبادة الشيطان، واش ممكن يتصور شي انسان هذا؟ هذا هو غياب المعايير والضوابط، هذا هو غياب المرجعية الحقيقية. هذا الشيء راه ما كاينش شي بلاصة خارج الكرة الأرضية، هذا الشيء اللي كنتكلم عليه راه كاين في المغرب، هادو راه وليداتنا، هذا واحد من ولادنا اللي كنحبوهم وبغينا لهم الخير وكنتمناو على أن الله تبارك وتعالى ينفعنا بهم يوم القيامة. هذا فيض من غيض. لذلك نتسأل معاك، ما هو أكبر تحدي كيواجه الأسرة في هذا الزمان؟ راه أنت أب، أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن أبنائك، واش عرفتي شنو هو التحدي الخطير اللي كيتسناك في هذا الزمان ولا ما عرفتيش؟ عرفتيه ولا ما عرفتيش؟ أخطر تحدي في هذا الزمان هذا هو أن تحافظ على فطرة أبنائك سليمة. شي حاجة اللي كانت بدهية تولد بها الإنسان وما يحتاج حتى شي حاجة يبدلها باش يحصل عليها، أصبحت اليوم كنزا ثمينا يحاول الكثيرون سحبها منه وسرقتها منه. الفطرة السليمة الآن أخطر حاجة ممكن الآن يفقدها الإنسان هي الفطرة السليمة ديالته، لأنه إذا فقد فطرته السليمة لن يصير إلا حيوانا لا يفرق بين أي شيء. لذلك خصنا نعرفوا الفرق بين الزمان ديالنا احنا والزمان ديال وليداتنا. في زماننا احنا كانت التربية تمارس في بيئة مغلقة، كنا كنتربوا في محيط مغلق، حدود الأسرة، العائلة الكبيرة، إلى كاع كبرتي الدوار، وكانت واحد البيئة اللي هي محدودة، الناس كلهم كيعرفوا فيها بعضياتهم، والحق كان واضح. الحاجة اللي غايقول لك باك هي اللي غادي يقول لك خوك، هي اللي غايقول لك عمك، هي اللي غايقول لك جارك، هي اللي غايقول لك الحلال بين والحرام بين. لكن ظل انفتاح اليوم اللي كتعرفوا المجتمعات ديالنا في إطار توسع دائرة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولينا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو مفتوح على بعضياته. انت راه جالس هنا ولكن كتشوف اش كيوقع في نفس اللحظة في نفس الثانية فين؟ في جميع أنحاء العالم، في الميريكان، في الانجليز، هنا. ولدك اللي هو جالس معك في الغرفة راه غير جسد اللي معك في الغرفة، لكن عقله أين هو؟ خارج إطار المحدود. واحد وقيتها هو في الانجليز، واحد وقيتها هو في الألمان، واحد وقيتها هو في الميريكان، واحد وقيتها بين وقيتها ولقيتها شحال؟ ثلاثة ديال الثواني. ميريكان، الألمان، الإنجليز، البرسا، الباير، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ جسده معك، عقله، فكره خارج الكوكب، وهذا بالضرورة يؤثر على النشأ، يؤثر علينا في تربية أبنائنا وإعداد ذلك الجيل الذي يحمل مبادئ الإسلام وقيم الإسلام. من المهم جدا أيها الأب
أيها المربي، أيتها الأم، أيتها المربية، أن تدرك على أن عقول أبنائنا أصبحت ساحة سباق، ميدان سباق. عقول أبنائنا، أفكارهم، قلوبهم، مبادئهم، أخلاقهم أصبحت ميدان سباق نتسابق عليه مع وسائل التواصل الاجتماعي. العقول ديال ولادنا ولا أصبح بحال العشة، بحال العش، وكل عش لابد أن تكون فيه بيضة. شكون اللي غادي يسبق يبيض فيه؟ واش أنت ولا الفيسبوك ولا تويتر ولا؟ واللي يبيض غادي يفرخ. إذن أش غادي يفرخ لي العقل ديال ولدي؟ واش أنا اللي غنسبق لولدي نعلمه ونربيه ونعدبه، ولا غيسبقني شي واحد ليه؟ وجل شباب اليوم، احنا اللي سبقنا لهم ولا سبقونا ليهم؟ جل شباب اليوم، بل مما يحز في نفسي ويؤلمني كثيرا من اللي كنشوف الشباب ديالنا في قوارب الموت، يفضل أن يركب قوارب الموت ويمحر وهو يدرك على أن موته أقرب إليه من حياته، ومع ذلك لا يكترث. هذه مسألة لحد الساعة أنا ما بغيتش تصور لي كيف ضل أنه يموت غرقا على أن يعيش في بلده بين ظهراني أهله وأمته. حتى لهذه الدرجة، هذه الهوية ديالنا ما بقاتش، القناعة ديالنا ما بقاتش، الإيمان ديالنا بالقضية ديالنا العادلة ما بقاتش. هنا خصنا نتسألوا، علاش ما نجحنا في أننا نخلي وليداتنا يعتزوا بالانتماء ديالهم للوطن ديالهم؟ وهذه مسؤوليتك أنت كأب كمربي، تتحمل هذه المسؤولية في كونه يعتز بانتمائه إلى بلده، إلى أمته، إلى لغته، يعتز بهذه الهوية. مغربي وأفتخر، واش ولدك كيف يفتخر بكونه ينتمي إلى هذه الأمة، إلى هذا البلد؟ الهدف ديالنا من التربية ديالنا لأبنائنا أنهم يكونوا مواطنين صالحين لهذا الوطن، هذا يحملون مش على الصلاح والإصلاح، يهدون الناس إلى السبيل، ماشي يقطعون على الناس السبيل. أبناء المسلمين اليوم، هل يهدون الناس إلى السبيل أم يقطعون عليهم السبيل؟ لا تحتاج إلى جواب، فالأمر واضح. عقول أبنائنا أصبحت ميدان سباق، ونحن أحق من يسابق وينافس وأجدر من يسابق للوصول إلى هذه العقول وإلى هذه القلوب وحمايتها من كل زيغ ومن كل فساد. أنت أيها المربي يجب عليك أن تشمر عن ساعديك، أقصك تحزم باش تقوم بالمهمة ديالك على أكمل وجه، ولا يسرق منك ابنك أو ابنتك، لأنك إذا لم تقم بدورك على أكمل وجه سرقوا منك. في ظل هذا الانفتاح اللي كيزداد نهار بعد نهار، واللي كيزيد علينا العبء والتعب كمربين كآباء، كيزيد يصعب علينا أننا نصلب هذا الجيل هذا إلى بر الأمان بعد توفيق الله عز وجل. هنا نعاودوا نتسألوا، أشنا هو أكبر تحدي كتواجهه الأسرة المسلمة اليوم؟ بل أشنا هو الدور ديالنا كأسر مسلمة في ظل هذه التحديات اليوم؟ وأنا في الحلقة الماضية ذكرت 7 ديال التحديات خطيرة، خطيرة جدا كتهدد الشباب ديالنا في قيمهم، في مبادئهم، في أخلاقهم، في انتمائهم لدينهم ووطنهم لأمتهم، في اعتزازهم بالانتماء ديالهم. 7 الأشياء
كتخلي العقول ديالهم تائهة سادرة، من أرادها يرجع إليها. ما هو دور الأسرة في ظل تحديات اليوم؟ أشنا هو الدور ديالك أيها المربي، أيتها المربية؟ وملي كنقول المربي أقصدك أنت أيها الأب، كما أقصد الأم، أقصد الأخ كما أقصد الأخت، أقصد العم كما أقصد العمة، أقصد الخال كما أقصد الخالة، أقصد الجار كما أقصد الجارة، أقصد الأستاذ كما أقصد الأستاذة، والمعلم كما أقصد المعلمة، المؤطر كما أقصد المؤطرة، بل كلنا في نظر الشرع مسؤولون. واسمع معي إن شئت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل أعم من ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. إلى ما حبيتي لجارك الخير ما فيكش الخير، بل الإيمان ديالك ضعيف ناقص. هذا لا يؤمن المقصود بها نقصان الإيمان، ماشي نفي الإيمان. إلى ما حبيتيش الخير لأبناء المسلمين كلهم إيمانك ناقص، فيه دغل. هذه مسؤوليتنا احنا كمسلمين، مسؤوليتنا كمسلمين في حماية أبناء المسلمين جميعا، هذه مسؤولية عظيمة نتحملها تجاه أبنائنا، تجاه أسرنا، تجاه أمتنا، تجاه ديننا، تجاه وطننا. كل هذا واجب عليك كمربي أيها المربي. هنا أصل إلى صلب الموضوع وأقول على أن دورنا كمربين يتجلى في 5 نقاط، 5 ديال النقاط أساسية. تربية باش تكون تربية متكاملة خصها تجمع بين 5 ديال النقاط، 5 ديال النقاط أساسية باش تكون تربية إيش؟ متكاملة، باش تكون تربية ناجحة. النقطة الأولى بناء القناعات، النقطة الثانية توجيه الاهتمامات، النقطة الثالثة تنمية المهارات، النقطة الرابعة فهم قواعد بناء العلاقات، النقطة الخامسة اختيار القدوات، وغادي نفصل فيهم إن شاء الله تبارك وتعالى. النقطة الأولى تنمية القناعات. أش كنقصدوا بالقناعات؟ كنقصدوا بالقناعات المعتقدات، القيم، فهم حقيقة الحياة، المبادئ، المفاهيم. هذه هي القناعات، أشياء هي الحاجة اللي كي يأمن بها الإنسان، الحاجة اللي الإنسان ما عنده فيها شك، الحاجة اللي هي كي يأمن بها الإنسان واحد الإيمان لا يدانيه شك ولا ريب. احنا بنهار ولا بالليل؟ واش احنا بنهار ولا بالليل؟ محال كتبانوا لي ناعسين. واش احنا بنهار ولا بالليل؟ بنهار. واش شي واحد اذا قال لك دابا احنا بالليل غتصدقوا ولا ما غتصدقوش؟ هذه قناعه. الشمس كتكون بنهار ولا بالليل؟ لا بالليل. واش غتصدقوا؟ اذا هذه قناعه. القناعة هي الحاجة اللي ما يمكنش شي واحد يشكك فيها. أش هي القناعات؟ المعتقدات، المعتقدات اللي كتعتقدها في الله عز وجل، في النبي صلى الله عليه وسلم، في الدين، في الشرع، المعتقدات اللي كتقتنع بها. ويدخل في ذلك القيم والمبادئ، القيم الدينية، القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، الصدق، الأمانة، الأخلاق الحسنة، بر الوالدين، هذه قيمة. المفاهيم، وهذه أخطر حاجة انحرفت في هذا الزمان، هو المفاهيم. كيف تفهم الأشياء؟ كيف تدرك الأشياء؟ كيف ترى الأشياء؟
وديك ساعه ذكرت واحد المفهوم، المفاهيم، مفهوم الحريه. هذا المفهوم هذا واش عندك ليه ضوابط ولا ما عندكش ليه ضوابط؟ واش كتفهمو فهما حقيقيا ولا لا؟ ولا ما كتفهموش فهما حقيقيا؟ وقس على ذلك. هاد بناء القناعات كيتعتبر الصلب ديال التربيه، الصلب ديال التربيه. لا تربيه بدون قناعات، والقناعات لا تربى بالعنف ولا بالضرب ولا بالجبر، وإنما تربى باش بالحوار والإقناع والتفاهم والتواصل والشرح. هذه القناعات هذه خطورتها فين كتجلى؟ على أنها هي التي تؤثر على المشاعر وتؤثر على السلوكات. هذه القناعات بمثابة ديك القاطرة ديال القطار اللي كتقود القطار. إلا اعتبرنا أن حياتنا عبارة عن قطار، فالقاطرة هي القناعات والمبادئ والقيم، وباقي القطار هو المشاعر والسلوكات. فالقناعات هي التي تؤثر في المشاعر، والقناعات مع المشاعر هي التي تولد السلوك. يعني التصرفات ديالنا هي نتيجة لاش القناعاتنا. لماذا لا تشرب الخمر؟ علاش ما كتشربش الخمر؟ لأنك مسلم، هذه قناعة. نعم، لأنك مقتنع بأن الله تبارك وتعالى حرمه عليك. علاش ما ناخذش المال اللي ماشي ديالي؟ علاش ما نسرقش؟ علاش ما نطففش في الميزان؟ علاش ما نغش في الميزان؟ علاش ما نطلق عينيا في الشارع؟ هذه سلوكات، هذه تصرفات، شكون اللي منعك منها؟ الاقتناع ديالك بالشرع، الايمان ديالك بالشرع. يعني الا ما كنتيش مامن بها غدير العكس ديالها، كاين ولا ما كاين؟ لذلك مهم جدا اننا نبنيو القناعات ديالنا. وانا اقول على ان هناك ايه تعتبر صلب القواعد التربويه، قول الله عز وجل: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله. شفتوا القناعات؟ حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. هذه هي القناعه، هذه القناعه هي اللي خصها تربى عند وليداتنا. بغيتي يصلي خصو يكون مقتنع، بغيتي يصوم خصو يكون مقتنع. علاش في رمضان ما كيفطروش الناس؟ لانهم مقتنعين، راه بينه وبين راسه، لكنه مقتنع، مؤمن، معتقد على انه الله عز وجل ينظر اليه. اذا فالقناعه هي صلب الجانب التربوي. أهمية بناء المعتقد. جميع العقلاء وجميع الأنبياء وجميع الصالحين وجميع الحكماء إذا تحدثوا مع أبنائهم تحدثوا عنهم عن ماذا؟ عن المعتقد. ومثال ذلك لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. أشهد معتقد، قناعة، إيمان. إن الشرك لظلم عظيم. ومن أجمع ما رأيت في ذلك كلام ابن عمر، وهو كلام في الصميم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن. احنا اليوم على ماذا نحرص؟ الحرص ديالنا على ايش؟ علاش كنحرصوا في وليداتنا؟ احفظوا القرآن. احنا ما عندنا مشكلة، بغينا وليداتنا يحفظوا القرآن، راه مهم انه يحفظ القرآن. لكن اسمع: وأحدنا
يرى الإيمان قبل القرآن، بمعنى الأهمية ديال بناء المعتقد سابقة الأهمية ديال حفظ القرآن، بينما نحن نحرص على أن يحفظ أبناؤنا القرآن لكننا نغفل بناء المعتقد عنده. بس كيحفظوا القرآن بالتحبيب ولا بالعنف؟ بس كيصليوا، خصو يصلي، واجب عليه يصلي، والله أمرني أن أعلمه الصلاة، لكن مع ذلك أمرني بأن ماذا؟ بأن أنمي عنده الجانب الإيماني بأن هذه الصلاة. وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثرة الدقل. كلام في الصميم، كلام مهم يجب أن تخصص له محاضرات وتؤلف فيه كتب. من المهم جدا ألا نغفل هذا الجانب، لأنه كما قلت هو صلب التربية. أحب أن أستفيد لكن الوقت لا يسمح بذلك، فأكتفي بهذا ولعله تكون فيه البلغة. الجانب الثاني توجيه الاهتمامات. الاهتمامات هو كل ما يشغل بال الإنسان، ويدخل في ذلك توجيه الفراغ وتوجيه الطموحات وتوجيه الآمال، كل هذا داخل في توجيه الاهتمامات. الاهتمامات هي ما يشغل بال الإنسان. وباش نفهموا مزيان الآن، أشنا هي الأشياء اللي شغل البال ديال الأبناء ديالنا وفي الشباب ديالنا؟ أشنا هي الأشياء اللي شغل البال ديالهم؟ الكرة، اللباس، الحلاقة، العلاقات، هذه اهتمامات، هذه اهتمامات تشغل بالهم، هذه اهتمامات مهمة بالنسبة لهم هما، لكن بالنسبة لنا نحن هل هي اهتمامات مهمة؟ لا. أين كنت حتى شغلت هذه الاهتمامات بال ابنك؟ كثير منا نحن الآباء والأولياء ماذا نفعل؟ ننام عن الطفل حتى كيختار هو الاهتمامات ديالو، عاد كتجي انت كتبغيش تبدلها ليه، فماذا تفعل؟ تصطدم معه. مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة هي مرحلة بناء هاد جوج الأمور اللي هي مهمة جدا، بل الثالث غادي يجي من بعد منهم، بناء القناعات وبناء الاهتمامات. إلا كنتي كتصطدم مع ولدك عرف على أنه الآن مازال ما تبنوا عنده القناعات اللي غادي تخليه يمشي معك في الخط. يجب أن تشتغل على هذا الجانب بالحوار وبناء العلاقة، وسنرى كيف. إذن توجيه الاهتمامات. قال أبو خبيب الكرابيسي: كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكتاب فحذق الصبي. قال لهم كان معنا في الكتاب ديال حفظ القرآن واحد الابن ديال أيوب السختياني فحذق. ما معنى حذق؟ بانت عليه النباهة والذكاء، بان عليه على أنه ذكي، فماذا فعل أبوه؟ عيط لهذوك الدراري الصغار للدار وهو يدير لي واحد المنبر وقال لي خطف فيهم. عندما نقول الصبي طفل صغير ما جاوز بعد 10 سنوات، دار لي منبر وقال لي اطلع خطب، ومن اللي خطب شنو داروا؟ جابوا الحلوى والجوز وهو يفرقها على دوك الدراري. أشنو دار هذا الأب هذا الذكي الحذق؟ بنا
وجه الاهتمامات ديال ولده، وجه الاهتمامات ديال ولده، اعطاه انجاز اللي غادي يخليه يتوجه واحد التوجه اللي هو اختاروا ليه. مثل هذا هو الذي يجعل أبناءنا يقتنعون بمبادئهم وقيمهم. ومثل ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نسيت الصحابي الراوي للحديث، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فسجد بين ظهراني صلاتهم سجدة أطالها، حتى أن الناس صحابة، هناك من قال يوحى إليه، هناك من قال حتى أنه رفع رأسه فرأى ابن النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه كذا وكذا وكذا، ماذا قال لهم؟ قال لهم ما كان شيء من ذلك، وإنما ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. أش كان كيدير الدري الصغير؟ أش كان كيدير؟ كان كيلعب فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. أش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاه يلعب حتى يشبع. علاش؟ لأنه أراد أن يربط بينه وبين السجود في الصلاة برابط إيجابي حسن. وما عمر هذاك الدري غادي ينسى هذيك السجدة. لو قدر الله شي واحد فينا ولده دار، اش غادي يدير؟ الأيكيدو فول كونتاكت، اي وغادي يرميه لديك الجهة وينوض ويعصيه. إلا كيصليو الناس ما تقرب لهم ما تمسهم، وما يقع في مساجدنا اليوم، ما يقع في مساجد من طرد أبنائنا من المساجد. صحيح أنه لا يجوز لهم إزعاج المصلين، لكن طردهم من المساجد يعد مقبحة. راه اليوم جريتي عليه من الجامع وغدا غادي تمشي تقلب عليه باش يجي يصلي معك، وما غاديش يجي لأنك طردته من المسجد يوما ما. إذن هنا بناء التوجهات بهذا الشكل يكون بالتحبيب، ولكن الله حبب إليكم إيش؟ الإيمان. وهذه هي الصورة ديال تحبيب الإيمان. إذا شنو قلنا؟ رقم واحد إيش؟ بناء القناعات. رقم جوج إيش؟ توجيه الاهتمامات. رقم ثلاثة تنمية المهارات. مما لا يخفى على أحد أن الأطفال الصغار عزيز عليهم إيش؟ اللعب والحركية والنشاط. وإن هذا إن كان يدل فإنما يدل على أن عندهم مهارات بغاو يسقلوها. فأنت كأب كمربي خصك تشوف أشنا هي الحاجة اللي كيتقنها ولدك وتنميها فيه كمهارة، لأنها ستعينه على اكتمال نموه وقوة شخصيته فيتجنب تقليد الآخرين. راه 90% ديال الشباب الان اللي كيقلدوا اللعابه وكيقلدوا الممثلين لانه ما عرفش المهارات اللي عنده اللي ممكن تخليه انه هو يتميز، كيقلب انه يتميز، فكيبان لي على ان اصحاب الحلاقات واصحاب السراويغ الممزقه وكذا هما اللي مميزين فيفعل مثلهم فقط لانه يحب ان يتميز. ولو عرف على ان عنده قدرات ومهارات تميزه عن الاخرين لفعل ذلك. إذا تنمية المهارات الجسدية، العقلية، الوجدانية، الاجتماعية. واسمع معي قول عمر بن العاص. عمر بن العاص دز على واحد الحلقة ديال قريش، واحد مجموعة ديال الناس جالسين وجروا على الدراري الصغار كيف ما كنديروا حنا، إلا كنلعبوا وكنضحكوا كنخليوا الدراري معنا. ملي كيبغي الفقيه يبدا الدرس اش كنقولوا ليهم؟ خرجوا باش ما تبرزطونا. حتى كيجي المفيد عاد خصو هو يخرج. اسمع ما قال لهم، قال لهم ما لكم طرحتم هؤلاء الاغلمه؟ علاش خرجتوا هاد الدراري هادو من هاد الحلقه هادي، من هاد التجمع هذا علاش خرجتوهم؟ ما باقيش ديروا هكاك،
علاش؟ وسعوا لهم وجلسوهم معكم وسمعوهم الحديث ديال الناس الكبار. علاش؟ وفهموهم اياه، لانهم اليوم صغار غدا غادي يكونوا هما لياش هما الكبار. انتم اليوم ناضجين، الا جريتوا عليهم وما علمتوهم النضج امتى غادي يتعلموه؟ كتذكروا معايا ملي سولتكم على جبريل؟ هي نفسها. اذا لم يروا ذلك ويسمعوه فمتى؟ لذلك همسة في اذن المربين، خاصة اولئك المربون الذين لا صبر لهم على الاطفال. انت الان ناضج تفرق بين ما يليق وما لا يليق. في لحظة غضب حين يغضبك ابنك أو من تربيه أو تلميذك، حين تنزل أنت كمربي إلى مستواه تترك نضجك وتنزل إلى مستوى الطفل، متى سيتعلم هذا الطفل النضج؟ فالواجب ألا تنزل أنت إلى مستواه، بل أن ترفعه هو إلى مستواك لتعلمه معنى إيش؟ معنى النضج. واحد مستملحة ظريفة لطيفة أعجبتني. واحد الأب جاو عنده الضيوف وكلف ولده باش يخوي لهم أتاي، وبدا الدري كيخوي أتاي، واحد شوية تخوى ليه أتاي فوق الزربية. أنت إلا تخوى لولدك أتاي فوق الزربية اش غادي دير؟ حرجك مع الناس، الله أعلم اش غادي تسمعوا. الزاقلو عينيك فين كاينه؟ ما كتشوفش كذا كذا. انا هادشي اللي قلتها شويه ما انا عرفت اشنو كاين. تعرفون ماذا فعل هذا الاب؟ قال لي كريم ابن كريم، سقيت الناس وما تركت السجاد. كريم ابن كريم، سقيتي الناس وما نسيتيش. ولا انت الزربيه غتديها 60 درهم. دابا سبحان الله لما تسمع مثل هذا تعرف الى اي درجه نحن خصنا بزاف حقيقه. وانا منكم، راه كلنا يغضب وانا منكم، لكن ان تصل الى هذه الدرجه وهذا المستوى الراقي في التعامل مع الطفل هو الذي يجعله آش يرتقي معك. اذا اولا شنو قلنا؟ بناء القناعات، ثانيا توجيه الاهتمامات، ثالثا تنمية المهارات، رابعا فهم قواعد بناء العلاقات. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكن أبدا أن يعيش منفصلا، فلا بد أن يبني علاقات. لكن كثيرا ما تكون هذه العلاقات علاقات كدايرة مسمومة مشبوهة، كثرة المساس تبلد الإحساس. شحال من واحد من الشباب اللي كنعرفهم السبب ديال الانحراف ديالو شكون؟ أصدقاء السوء. كثير 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 كثير، بل هذا لا ينقطع. لذلك من المهم جدا وأنت تربي ابنك أن يفهم أربع أشياء. أولا من يصاحب؟ شكون هذا اللي كيستحق أنني نتصاحب معاه؟ شكون هذا اللي واجب عليا أنني ياش نتجنبه؟ كيفاش نبني علاقة صحيحة؟ كيفاش ننهي العلاقات المسمومة؟ أربعة الأشياء من المهم جدا أنك تزود بهم وهو كيعيش حياته، وهذا يكون في حوار طريف لطيف جميل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ضرب مثالا، والحديث الآخر سنذكرهما معا. ضرب مثالا لصديقي الصالح وصديقي السوء، باش بحامل المسك ونافخ الكير، دلالة على أهمية من تصاحب. صاحب المسك من تفع معاه، من تفع معاه إما أن يهديك يهبيك، إما أن تشم منه ريحا طيبة
وإما أن تلتصق بك الريحة الطيبة. رابح رابح ياك. يعني ديك القضية اللي كيديروا اللي كيقولوا لنا في العلاقات رابح رابح، رحنا ومن نولين بها غانيون غانيون اللي كيقولوا ياك. والصديق السوداء بحال اش داير؟ نافخ الكير، إما يحرق لك حوايجك والله يحرقك انت نيت، ولا إلا مشيتي للدار بعدا غتدي معاك رائحة كريهة. يعني الصحبة هكذا دايرة، الصحبة لابد أن تؤثر وتتأثر. كنت قوي ستؤثر، كنت ضعيف وحتى لو كنت قويا فلا بد أن تتأثر. الماء العكر إذا خالط الماء النقي هل سيسلم الماء النقي؟ لا يتعكر معه، لا نقاش لا نقاش. وإن كانت القلتان لا تحمل الخبث ولكن قد يتغير إيش؟ الطعم أو اللون أو الرائحة. لذلك أنت أيضا قد يتغير طعمك أو لونك أو رائحتك، تتغير أخلاقك، قد يتغير دينك. يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجليس الصالح وجليس السوء في المثال الذي رأيناه. وقبل الختام وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. آخر مجال من هذه المجالات وبه نختم، اختيار القدوات. بمعنى كيفاش غادي نتعامل مع القدوات؟ رقم واحد المثل العليا، شكون هذا اللي كيتعتبر مثل أعلى باش أنا نقتدي به؟ التقليد، هل يجوز التقليد أم لا يجوز؟ وحتى إذا أردت أن أقلد من أقلد؟ التشبه، هل يجوز للتشبه بأحد؟ ومن الذين يجوز للتشبه معهم؟ القدوات، من يعتبر القدوات؟ هل اللاعب يعتبر قدوة؟ هل الممثل يعتبر قدوة؟ هل اليوتيوبرز يعتبر قدوة؟ كل هذه أمور من المهم جدا وأنت تربي ابنك أن يتعلمها. وأخيرا أختم فأقول، إذا أردت أن تهدم حضارة أي أمة كيفما كانت فهناك وسائل ثلاث: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوات. تهدم الأسرة بأن تغيب الأمة عن دورها، تجعلها تخجل من كونها أما وربة بيت، تحض الفتيات على التمرد وهجر القيم. هدم الأسرة، هدم التعليم بأن تجعل المتعلمين يتجرؤون على معلميهم، المعلم لم تعد له قيمة، لم تعد له أهمية، بل إن كثيرا من الآباء يسبون المعلمين يوما نهارا وليلا، بل وأمام أطفالهم وأمام أبنائهم. تسقط القدوات من علماء مشايخ، تسقطهم كيف؟ بأن تطعن فيهم وتتحدث فيهم وتتكلم فيهم وتنتقص منهم وتقلل من شأنهم، بل تشكك في علمهم وفيما يقولون. هذه وسائل هدم الحضارة. فانظروا إلى واقعنا وإلى حضارتنا وأين نحن من ذلك. أقول ما تسمعون، ما كان فيه من خير وصواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تمرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن انتباهكم، وسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، وبارك الله فيكم جميعا.